هاي مشاهدينا مستمرين مع مازدا ويك اكيد وشركه انبو خاطر وكيله مازدا بلبنان ودائما مع مسيو توني عبدو مدير المبيعات بيع انبو خاطر. توني هاي. هاي جورج. اليوم المازدا 6 مع اللون الحلو كثير السول ريد واللي هو خاص بمازدا مثل ما بنعرف. بدنا نحكي شوي عن المازدا 6 اكيد اللي معنا اليوم عن نظام سكاي اكتيف الموجود فيها نظام جديد اللي كثير عم بيكون ممتاز على السيارات خاصه سيارات المازدا واللي هو مبتكر من الشركه اليابانيه على كل حال. توني قبل ما نحكي شوي بدنا نضوي شوي على المازدا بلبنان ونجاحاتكم الكبيره بالفتره الاخيره بتعود اكيد لاسباب عديده. شو ابرزها؟ ابرز انه المازدا عالميا بلشت عم تعطي ديزاينات حلوه، عم تنزل كونسبت كثير حلو، عم تشتغل على توفير البنزين، على السيفتي، على كل شيء يعني بيهم بالزبون. ونحن بلبنان عم نطبق نفس الشيء، يعني عم نعمل سيرفيس سنتر 12000 متر مربع بنهر الموت، خلصناه يعني 5 ستار عم يكون السيرفيس فيه. رح نشوف اكيد فيديو بختام حديثنا باخر الحلقه. نعم. نفس الوقت عم ناخذ اووردز، صرنا برا لانه عم نخدم زبوناتنا مزبوط، عم ننزل على اوتو فوكس دائما، عم نركز انه دائما على التي في، عم نكون على الان من عبر الام تي في انه يكون عندنا اوفرات دائما بتهمهم. وهيدي سبب كثير مهم انه نحن نعمل بالماركت شير، يعني نكبر الماركت شير بلبنان ونصير من ضمن التوب 10 بلبنان. هيدي شغله كثير مهمه بنحب نوصلها لزبوناتنا لانه نحن مثل ما عم نعرف كمان سيت مازدا باليابان كبيره فيكم وعم تعطيكم الحق الحصري انه تطلقوا سيارات من لبنان بالشرق الاوسط، هي كمان ميزه كثير مهمه وثقه كبيره بين الشركه الام فينا نسميها والشركه اللبنانيه اللي هي انبو. اليوم مازدا 6 توني حابين نركز فيها اكثر على النظام سكاي اكتيف غير هاللون اللي سبق وحكينا عنه وبيمتاز بمازدا. سكاي اكتيف شو هو سريعا؟ سكاي اكتيف هو كونسبت جديد المازدا ابتكرت، يعني طورت الموتورات اللي هي على البنزين حتى ما يشتغلوا بس على الابريد وعلى الالكتريكال فيهيكلز، اشتغلوا على هالموتورات اللي هي البنزين لحتى تصير توفر بنزين اكثر. نعم. بنفس الوقت لحتى الزبون ما يستغل، يعني ما يخسر البرفورمانس تبع السياره، يعني بستعمل سياره كهرباء راح تفقد البرفورمانس. طوروا الموتور البنزين، اشتغلوا على البيستونات اللي بقلبه، اشتغلوا حطوا له ديفايسز زياده عليه. نعم. مثل الاي لوب والاي ستوب لحتى يوفروا بالبنزين، يعني مثلا الاي ستوب بس تطفي، بس تمشي بعجله سير وتدعس السفران السياره عم تطفي عم توفر بنزين. اي لوب اذا انت وماشي اشتغلت عكس فينومين الطبيعه، يعني بس بدل ما تدعس بنزين حتى يشتغل الالترناتور وتعزز الكهرباء بالسياره، صرت بس تعمل ديسيلريشن تشيل اجرك عن البدال تبع البنزين عم تعمل عم بتعبي الكهرباء، يعني عكس اللي انت بتفكر فيه. المازدا دائما ادفانسد بافكارها وهذا اللي عم بخليها تنجح لانه عم بتوفر بالبنزين، عم تعمل سيفتي للزبون مزبوط، كل شيء بهم الزبون يكون له بتفكر فيه انت المازدا عم تفكر فيه. الحاله الياباني معروف بسموه الكمبيوتر الياباني مزبوط، قد ما بيبتكر امور دائما وبفكر ل 10 سنوات و20 سنه لقدام. اوفرز كمان اذا بنحب ندور عليهم ونرجع شوي نذكر المشاهدين اليوم. نعم. شو الابرز غير الفايده الواطيه اللي هي عم توفر كثير مثل ما عرفنا؟ مزبوط. بسعر السياره قد ايه تقريبا عم بيكون؟ مثلا نحن على 0.19 انترست اللي صار كل زبون بيعرفها، ما يهمنا نقول له انه انت مش ال 0.9 انترست، يعني عم تدفع 5% على 10 على 5 سنين مش 20%. نعم. اذا بنحكي كماني وايز يعني عم يوفر بحدود ال 6000 دولار على مازدا 6، يعني بحدود ال 120 دولار بالسند، كانك عم تاخذ سياره انقص ب 6000 دولار، تفضل يعني شوف 4% هي اللي عم تفرق. مزبوط. واللي هي تعتبر القيمه اللي عم تحكي عنها 4000 دولار اذا كان حق السياره. تقريبا مثلا اذا سياره مثل انا يعني بعرف السي اكس 9 متوفر فيها حوالي 10000 دولار. مزبوط، يعني نحن المازدا 2 بتبلش توفر فيها من 2500 دولار للسي اكس 9 10000 دولار. شغله كثير مهمه نحن دائما عم نوصل الزبون انه نحن بنشكر ثقه الزبونات لانه صاروا عم يجوا ياخذوا الاوفر مثل ما هو، لانه نحن عم ندرس لهم اوفر مبكل ونوصل لهم اياه، وصارت ثقه الزبونات عم تشغلنا كثير لانه خلص ما بقى يشككوا باوفراتنا، بقى نحن بندعيهم يجوا يستفيدوا من كل الاوفرات. توني كلها موجوده. أكيد. واسعارها كيف اهم شيء؟ ارخص قطع ياباني اصلي بالسوق، نحن سيارتنا مازدا يابانيه اصليه، يعني قطعها رح تكون ياباني اصلي، ونحن بقطع السبير بارتس نحن كثير عم نحط اسعار مضاربه بالسوق. نعم. لزبونات كلهم يستفيدوا من الشركه، ليجوا يتعرفوا على الشركه، يتعرفوا على خدماتها، اكيد رح يعلقوا بالشركه. انا كزبون بهمني افوت على شركه تحترمني تعملني مزبوط، وهذا اللي نحن بدنا الزبونات يستفيدوا منه. شكرا توني، دائما اكيد خبرتك مستفيد منها خاصه بكل الامور ان كان ميكانيكيه وغيرها. مشاهدينا ويلرز دوت ام اي ما تنسوا الويب سايت تتابعوا فيه كل السيارات اللي عم تشوفوها باوتو فوكس وغيرها ايضا. وبالختام رح نشوف فيديو خاص عن السيرفيس سنتر توني لا
انا زبون مازدا من 93، انا اكثر من 6 مازدا مبدئيا هلا بالبيت، وحجزت موسى كمان حجزت CX-9 2014. انا بدي اقول اللي بعد ما انا مازدا يجي يجرب المازدا اليوم يشوف مالها عربيه عن جد، اسعار مضاربه كثير بالنسبه للقطع ومتوفره. خدمه اي ان بي سريعه ومميزه خاصه بالبادي شوب، بحط سيارتي باخذ موعد بسلموني اياها بعد كم يوم، في عندهم معدات متطوره مثل بلوتوث ماشين اللي بتعمل بيرفكت الاينمنت للسياره. اللي كثير مهم كمان انه فينا اخذ ريبليسمنت كار بهذا الوقت، بيتعاملوا مع كل الانشورنس كومبانيز. دائما بحس انه السيرفيس على اي ان بي لونج تيرم، من اصغر موظف لاكبر موظف تحس حالك فاميلي انت وياهم.